شاهد الابن الوحيد للفنانة لوسي أثار دهشة الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شاركت الفنانة المصرية لوسي جمهورها في صورة حديثة لها ولنجلها من خلال حسابها الشخصية على موقع انستغرام. لوسي علقت على الصورة وكتبت: فتحي الله يحميك يا رب. وتلقت الفنانة عدد كبير من تعليقات الجمهور على صورة نجلها، وأكد أغلبية متابعيها أن نجلها يشبهها كثيرا. لوسي متزوجة من رجل الأعمال سلطان الكاشف منذ سنوات، وأنجبت منه ابنها الوحيد فتحي، والتي تحدثت عنه من قبل وقالت إنه يشجع عملها في الفن ويفخر بكونها راقصة ويشجعها على العمل. لوسي كان آخر أعمالها الفنية مسلسل البيت الكبير، والذي قدمت الجزء الأول والثاني منه، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية وحاز على إعجاب الجمهور. لوسي قدمت خلال المسلسل شخصية كريمة، المرأة الصعيدية التي تحيط بناتها برعايتها ولا تفرط في حقها، وتحاول أن تصل إليه بشتى الطرق. وقالت إنها وجدت صعوبات كبيرة في تقديم الشخصية، وتعرضت للإصابة في ركبتها.